وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وفي البداية لو تحدثنا عن إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى أبرز المشاريع التي تم الكشف عنها. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، هي مرحلة أو محطة إعلامية تذكيرية تعريفية بما أنجز خلال السنوات الست الأخيرة من الرؤية. وهذه الحصيلة الكبيرة والواسعة والنوعية غير المسبوقة في المنطقة من المشاريع الضخمة، سواء الاقتصادية، الخدمية، التعليمية، كل مكونات الحياة، بدأت في المرحلة الأولى بهيكلة الدولة، وهي البيئة التشريعية التنظيمية النظرة للمستقبل. أتى بعد ذلك برنامج طموح جدا، يعتبر أكبر برنامج تنموي في العالم في القرن 21، وهو نقل الدولة السعودية من مرحلة إلى مرحلة أخرى مختلفة عما كانت عليه في السابق من الناحية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية والسياحية، مع استبقاء وثوابت القيم وثوابت العادات والتقاليد وثوابت الدين. فبالتالي المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان نشطت الدولة في كل مناحي الحياة، سواء فيما يتعلق باستغلال واستثمار الموارد الطبيعية للدولة من خلال موارد الحكومة، أو من خلال أيضا ما يتوفر من قوة اقتصادية متينة لدى القطاع الخاص. ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية في السنوات أو ما قبل الرؤية كانت من أكبر 7 دول مصدرة لرؤوس الأموال، وبالتالي بدأت الدولة تعيد لها مثل هذا التوجه للاستثمار أو المشاركة الدولية، وإتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي، المستثمر النوعي، وليس فقط المملكة بحاجة إلى رأس المال، لأنها أيضا ذات ملاءة مالية قوية وذات قوة اقتصادية ومتنامية، إلا أنها أيضا تبحث عن الشراكة المعرفية والشراكة في التقنية. فبالتالي حينما يكون هناك ازدواجية المعايير فيما يتعلق برأس المال والشراكة مع الشركات الكبرى، وهذا ما حدث مؤخرا خلال العامين الماضيين حينما أتت كثير من الاستثمارات، وفي العولة الأخيرة كان هناك أكثر من 176 مليار دولار أتت إلى المملكة في بداية هذا العام، وهذا دليل على أن المملكة قفزت إلى الدولة الثالثة على مستوى العالم من حيث استقطاب المستثمرين الأجانب. نعم. لأنهم أيضا يبحثون على ما تتوفر في المملكة من ليس فقط في الفرص الاستثمارية، ولكن أيضا من عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأيضا عوامل الحماية فيما يتعلق بالتشريعات. المملكة الآن في الوقت الحاضر إلى أن يحين 2030 ستكون المملكة قطعت صوت كبير جدا في الاقتصاد الدولي، وبالتالي سيكون دور المملكة في المنطقة هو دور قيادي وجذب المستثمرين وجذب السياح وجذب الاستثمارات النوعية، وهذا أيضا يضيف للدول الخليجية ويضيف للدول في منطقة الشرق الأوسط مثل مشروع نيوم أو مشروع السكك الحديد أو مشروع أيضا جسر أو خط الملاحي أو أيضا ما يتعلق بطريق الحرير. هذا الدور السعودي هو أصبح الآن معلم من معالم القرن 21. نعم أستاذ ناصر، طبعا نهضة اقتصادية واضحة المعالم تعيشها المملكة اليوم، متمنين لأشقائنا في المملكة العربية السعودية مواصلة هذه المسيرة، مسيرة التقدم والنهضة. من الرياض المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، شكرا جزيلا لك.